السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا واحد من افضل المواقع اللي ممكن نكسب منها من الانترنت. هذا الموقع بيدفع على المحفظة البسيطة فوشة باي. اذا رحنا على كلمة بيمنت داخل هذا الموقع وضغطنا عليها، الموقع جديد عمره فقط ايام، ورغم هيك دافع اكثر من 500 دولار، وهذا شيء كثير منيح. طبعا من نص ساعة تقريبا دافع 50 دولار لهذا الشخص، 50 دولار لهذا الشخص، 50 دولار لهذا الشخص، كلها دفعات خلال 24 ساعة الماضية. طبعا اصدقائي كمان هون البروسيسور او المعالج كلها تقريبا فينا نقول الفوشيت بي. طبعا اصدقائي موقع كتير كويس، من احسن المواقع الجديده اللي ممكن تكسب منها من الانترنت. بعد ما شفنا هدول الاثباتات للمستخدمين العاديين داخل هذا الموقع، راح نشرح الموقع ان شاء الله خلال هذا الفيديو، وان شاء الله خلال الايام القادمه راح نقدم اثبات سحب عن هذا الموقع. سواء هذا الاثبات نعمل عنه فيديو مستقل او نحطه باليوتيوب كوميونتي او بقناتنا على التليجرام. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء تسجيل بدل الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على اللينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشرة، أنا ما بستخدم أي روابط مختصرة، اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه. المدونة الخاصة فيه في رابط مباشر، يعني ضغطتين أخي الكريم بتفتح معنا الصفحة. نحن بننشئ حساب جديد، نروح على كلمة ساين أب هاي اللي هون، أو فينا أصدقائي من هون نروح على كلمة كرييت نيو أكونت وبنضغط عليها. طبعا بيقول الموقع حط هون اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، باسورد محترمي، ارقام رموز حروف باللغه الانجليزيه لحتى يقبل الموقع، وثمان خانات على الاقل. بنحط هون ايميلنا، يفضل يكون جيميل، راح ناكد هذا الايميل. بنحل كابتشا اللي هون كلمه ساين اب، بيكون صار عندي حساب. الموقع راح يبعث رساله تاكيد على بريدي الالكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، فيها رابط او لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بروح على كلمه ساين ان او تسجيل الدخول، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي هي واجهة الموقع من الداخل، نحن بنجمع عملة الدولار. شايفين اصدقائي معي 43 سنت، بس نوصل ل 50 دولار نطلب السحب على الفوشيت باي. الدفعات تتم بشكل اعتيادي فورا من هذا الموقع، واحيانا ممكن تاخذ لغاية 24 ساعة. طبعا الموقع فيه مجموعة كتير كبيرة من طرق الربح داخل الموقع. في شيء مجاني رح نشرحه خلال هذا الفيديو، في شيء استثماري نحن ما بنشرحه داخل قناتنا، ولا تستثمر فيه، اشتغل فقط مجانا اخي الكريم. طبعا اول طريقه هي مشاهده الاعلانات، كلمه اسمها فيو ادفيرتس هاي اللي هون، نضغط عليها راح يعطيني مجموعه من الاعلانات. كل اعلان قيمته 0.01، شايفين اصدقائي 100 دولار، موجود مجموعه من الاعلانات. كل يوم راح تلاقي اعلانات جديده. كل ما علي مثلا اني اضغط على الاعلان، فتح الاعلان بصفحه ثانيه، وعندي اعدادي رقميه متعد بالصفحه الاساسيه. شايفين اصدقائي ما برجع لها لحتى تنتهي هاي الاعدادي. هلا انتهت، صار صفر هون، شايفين اصدقائي. طبعا نحن هيك كسبنا قيمة هذا الإعلان. أحيانا بيطلب منك كباتشا لكن نادرا هذا الشيء. إذا رحنا على واحد ثاني أو إعلان ثاني وضغطنا عليه، نفس الشيء، نفس المبدأ، نفس طريقة العمل. كل ما عليه إني شاهد الإعلان هاي المدة المحددة، طبعا وبنضاف الرصيد بحسابي داخل الموقع. شايفين أصدقائي صارت هون باللون الباهت إذا حدثت الصفحة. طبعا هدول التنتين صاروا مشاهدات، فيني تابع بكل هدول الاعلانات واكسب منهم. مثل ما قلنا بنضاف الرصيد بشكل فورا، لكن هو ببين على شكل سنتات، الكسور ما كثير بتبين. رح نفتح كمان شويه اعلانات مشان نشوف فيكم طبعا كيف يزيد الرصيد. طبعا شاهدت شويه اعلانات، صار عندي هون 44 سنت، كمان في اعلانات تحت بواحد سنت، شايفين اصدقائي، لكن محددين طبعا تابع على ادمن هذا الموقع بشكل يومي. طيب كمان اصدقائي في كثير طرق داخل الموقع. اذا رجعنا للاكونت مره ثانيه، في عنا اصدقائي فوشيت بانل او صنبور كثير كويس. هذا الصنبور ممكن يعطيك لغايه 1 سنت بشكل يومي، طبعا بيقول لك ماكس هولد 1 سنت، طبعا هذا مجاني تمام اخي الكريم. هو كل ساعه بيعطيك 0.01، فانت كل 8 ساعات مثلا او 10 ساعات فوت عمل كليم او مطالبه، بينضاف عندك برصيدك او بالرصيد الكامل داخل هذا الموقع. وفيك تعمل له طبعا ابجريد عن طريق الشبكه الموجوده اللي هون، لكن هدول بدهم شراء. اذا اخذتهم من الموقع مجانا بيكون منيح، اذا كان بدهم شراء طبعا فبلاهن، مثل ما قلنا نحن بنشتغل مجانا. اذا رحنا على كليم هاي اللي هون، تمام اصدقائي اخذنا القيمه توداي، شايفين اصدقائي 0.08. انا اخذنا الصنبور 30 سنت، الي يومين او ثلاثه بفتح هذا الصنبور، انضاف عندي الرصيد هون صاروا 45 سنت. طبعا بعد 7 او 8 ساعات رح فوت على الموقع وكمان ارجع طالب بهذا الصنبور، والليفل كمان بيزيد طبعا كل شيء بتكسبه من هذا الصنبور. طبعا اصدقائي الموقع كمان في عروض، اذا رحنا على كلمه وول بانل هاي اللي هون وضغطنا عليها لحتى شاهد طبعا العروض، في هون ثلاث خانات. تمام اصدقائي ممكن يكونوا على متصفح الموبايل مختلفين تقريبا، لكن نفس الشيء راح تلاقيهم بزاويه المتصفح. كلمه اوفرز هاي اللي هون، شايفين اصدقائي اذا ضغطت عليها طبعا راح يعطيني هون العروض المتاحه، ويفتح لي السي بي اكس سيرش. السي بي اكس سيرش طبعا هي استطلاعات الراي الاهم على كوكب الارض،
مفتوحة تقريبا بكل دول العالم، بيعطيك استطلاعات بتحلها أو يعني بتحط الأجوبة المناسبة لهي الأسئلة اللي راح يعطيك إياها داخل الاستبيانات أو الاستطلاعات وتبلش تكسب. طبعا بسوريا عندنا غير متاحة، لكن بالدول العربية التانية كلها تقريبا شغالة. في عندنا كمان التايم وول، وفي عندنا كمان الريفوليوم، هني شبكتين من العروض كثير مميزات، والموقع راح يضيف مع الوقت الاكسنتيف والاوفر فور كريبتو والبيتكوين تاسك والمالتي وول، طبعا حاطهم لسه بالغامق لسه مو فاتحهم، راح يضيفهم مع الوقت ونصير نستخدم هاي العروض كمان نكسب منها. كمان اصدقائي من الصفحه الاساسيه من كلمه ريفرال هاي اللي هون ضغطنا عليها بيظهر لي رابط الاحاله الخاص بي، طبعا باخذوا قطعه كبيره للاصدقاء اللي استفاد الموقع بشكل افضل. وانت يا اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. طبعا اخبر الاحالات اللي انت بتدعيهم لهذا الموقع اللي يستثمروا لا يلعبوا بالعاب الدايس. الموقع كمان فيه العاب دايس او العاب قمار بلاي جيمز، طبعا انا مفضله ما بشرحها على قناتي، انت حر فيك تعمل اللي بدك اياه، لكن هذا الشيء طبعا شرعا قانونا بعتقد ما سليم منطقي. والفطره السليمه بيقلنا انه لازم ما نلعب العاب القمار، طبعا موجوده بكلمه بلاي دايس، ولا تستثمر اشتغل مجانا. الموقع كويس عم يدفع بدون اي مشاكل، في عندك اعلانات، في عندك عروض، في عندك هذا الصنبور المجاني اشتغل عليهم وتسحب بس توصل للحد الادنى للسحب. طبعا اصدقائي انا كمان راح احط لكم بصندوق الوصف مجموعه مميزه من المواقع مشابهه لهذا المبدا، كلها ممكن نكسب منها عن طريق طبعا الاعلانات والعروض والصنابير وغيرها، مع اثباتات السحب من هاي المواقع مشان تستفادوا منها طبعا وتبلشوا تكسبوا من الانترنت. طبعا اصدقائي بدي اؤكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه، الباير، الفوسيت بي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.